وصل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء إلى دولة الكويت الشقيقة ليترأس سموه وفد مملكة البحرين إلى أعمال الدورة 38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنطلق أعمالها مساء اليوم. وكان في استقبال سموه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الشقيقة وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة ومعالي السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة وعدد من كبار المسؤولين. وأدلى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بتصريح أعرب فيه عن اعتزازه بترأس وفد مملكة البحرين إلى أعمال القمة 38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظه الله ورعاه لدعوته الكريمة وجهود سموه التي أسهمت في انعقاد القمة في مكانها وزمانها. وأكد سموه أن مشاركة مملكة البحرين في أعمال القمة تأتي من واقع حرصها على وحدة وتماسك دول مجلس التعاون في ظل ما يجمع شعوبها من وشائج وصلات ومصير مشترك وحماية لما حققته من إنجازات ومكاسب لدوله وشعوبه. وأعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن تمنياته بنجاح القمة في ظل ما هيأته دولة الكويت الشقيقة لها من عوامل النجاح من حيث الإعداد وحسن الاستقبال وكرم الضيافة. وقال سموه إن التحديات والأخطار التي تواجه دول المجلس وشعوبه تحتم العمل بما يعود على شعوبه بالخير ويحقق الأمال والطموحات والتكامل فيما بين دوله الأعضاء. وقد تشكلت بعثة الشرف المرافقة لسموه برئاسة معالي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة.